السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا نيوكي البطاطا، طبق إيطالي شهير جدا، واللي هو عبارة عن معجنات اللي كتحضر بالبطاطس واللي كتباع في المحلات التجارية. غادي نوريكم طريقة جد سهلة وغادي تعجبكم بزاف، كنتمنى أنكم تجربوها، ما غاديش ندموا، غادي تعجبكم بزاف وغادي تعجب وليداتكم. طريقة جد سهلة ومكونات اللي متوفرة عندكم في المطبخ، تقدروا توجدوها للعشاء أو الغداء، فغادي نخليكم تشوفوا الطريقة والمقادير. فالاول حاجه، المكون الرئيسي ديال نيوكي هو البطاطس، فغادي نحتاج لواحد 5 ديال الحبات ديال البطاطس اللي غادي نسلقوهم في الماء، ومن بعد ما غادي يطيبوا فغادي نقشروهم وغادي نعكوهم مزيان. هاد 5 الحبات البطاطس كيعطيو صراحه كميه كثيره، تقدروا ديروا غير النص فقط. دابا من بعد ما معكنا البطاطا مزيان، فغادي نزيدو لها واحد معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال الابزار. درت الملح حيت انا ما سلقتش البطاطا في الملح، فداكشي علاش درت معلقه. الا نتوما سلقتوها في الملح فما غديروش معلقه، ديرو غير نصف. ودابا غادي نخلطها مزيان وغادي نضيف ليها واحد البيضه كامله، نخلط الكل مزيان، وعاد غادي نضيف لهم كاس ديال الدقيق الابيض. ودابا ضفت ليها كاس ديال الدقيق الابيض وغادي نبدا نجمع العجين. ومن بعد ما جمعت العجين فقطعته الى اجزاء، غادي نشكلهم على شكل اعمده وغادي نقطعوهم، وغادي نوريكم الطريقه اللي كنصايبوا بها النيوكي. ودابا كنقطعوهم على شكل مستطيلات، كنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين اللي عندنا. وبالنسبه لهذا القياس فراه غادي يعطينا واحد الكميه كثيره. ودابا منين بعد ما كملت فكناخذ الشوكه وكنكور العجين، وعلى ظهر الشوكه فكنهبط العجين على هذا الشكل باش كياخذ هذا الشكل اللي كتشوفوا دابا.
فبالنسبه للصلصه فانا عندي صلصه طماطم، غادي نشحر البصله وغادي نضيف ليها الثوم، ومنين يتشحروا غادي نضيف لهم واحد ثلاثه ديال مطيشات محكوكين وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الزيتره. فهذه الصلصه اللي غنرافقها مع نيوكي. الا بغيتوا تختاروا شي صلصه اخرى فهذا كيرجع لكم، ولا بغيتوا تخليوهم عاديين فتقدروا تشحروهم غير بشويه ديال الزبده، رافقوهم بالجبن المحكوك. ديروا الماء كيغلي في واحد القدر، غير كيغلي مزيان كنرميو فيه النيوكي وكنحيدوه ملي كيطلع النيوكي للفوق، فما كياخدش الوقت بزاف، تقريبا واحد 3 ديال الدقائق او 4 ديال الدقائق، فهو سريع دغيا كيوجد. وديك الساعه كنرافقوه بصلصه الطماطم اللي وجدنا. كيف كتشوفوا ها هو نيوكي واجد دابا، فصراحه المذاق ديالو كيجي زوين زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وانا متاكده انه غادي يعجبكم. وكان هذا هو الطبق ديال اليوم من المطبخ الايطالي. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانا كنتعمد كل مره نحط لكم طبق يعني دولي شهير، فمازال ان شاء الله غادي نحط لكم الجديد. كنتمنى الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وكنشكركم على المتابعه وعلى التواصل، والى فرصه قادمه ان شاء الله.